أخ تماي أربعة تطلع رقم أربعة رقم أربعة تماي أربعة لقب ده بتاعي يا جماعة ده بتاع مين ما حطوه عشان ولا مساء ولا ماشي من على الباب أخده الله 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 حلو من تحت من حلو من فوق سيلفي خدوا لي سيلفي معه صوروني انا باخده جميلك ده ولا ده اللقب بتاعتي واللقب بتاعتي الالقاب بتاعتي لا انت نسيم هتاخد ده وعباس هياخد ده اصلك عباس هشيل الصوره دي واعطيه البتاع ده وانا هاخد ده نسيم مالك يا بابا انت عارف ان انا يا ترى انت من نصيب مين يا شقي الله يا سيمي يا رئيسي هايدي ان شاء الله هنرجع بمصري هايدي لا تخلقي يا حبيبتي يا حبيبتي حقوا 2000 دولار حبيبتي يا سيمي يا رئيسي هو ده قاعد انا لوحده انا هجيب سيرو اقعد جنبه احنا نجيب كرسيين ونقعد احنا ثلاثه رقم اربعه نو رقم واحد رقم واحد بحبكم لاف يو صوتولي رقم واحد نسيم روح على الكرسي وتعالى عايز اقعد هنا فين نسيم؟ انت مستغل وضعك يعني ده لقب يعني جماد بورا عايز الكاميرا تشوفه جماد ده جماد هذا فيو لقب غوري غوري حد هيقرب منه هكسر له دماغه عايشه ومرتاحه فاضل 5 ايام يا حبيبي عليك هتروح مين؟ هتروح فين؟ هتروح اي دوله يا حبيبي؟ بلدي طبعا